واحد بيقول يقال ان الزواج هم، حسب ما قال القديس بولس في كورنثوس الاول 7:32: اريد ان تكونوا بلا هم، لانه بيشفق علينا لان الوقت مقصر وهيئه هذا العالم تزول، فلا يوجد وقت ان ننشغل قلبنا الى اخر. فلماذا ربنا وضع الزواج بانه ممكن يشغلنا في حياتنا الابديه؟ لا، شوف يا ابني، بولس الرسول كان في بدء المسيحيه في عصر استشهاد، وكانت ليها ظروف صعبه. كان الاستشهاد ده بالجمله وبالالاف، فبيقول الوقت مخصص مش ضامنين. اما كلمه بلا هم مش مقصود بها الهم من الهموم، لا، مقصود بها الاهتمام. الاهتمام يعني مش عايزكم يكون عندكم اهتمامات كتيره تشغلكم. ومع ذلك في كورنثوس الاولى 7 بيتكلم على الزواج وامكانيته الاخر. فاذا كنت انت تريد ان تتفرغ لربنا وتعطي كل اهتمامك لربنا، دي حاجه. غير انسان عادي في الحياه يهمه ان تكون له اسره ويعيش في سلام وهدوء. وتلاميذ المسيح كان فيهم المتزوج زي بطرس، وكان فيهم البتول مثل يوحنا، وفيما بعد زي بطرس. والمسيح على جبل التجلي كان يحيطه موسى اللي اتجوز اكثر من مرة، وإيليا اللي ما اتجوزش قبل كده، وحوالين الصليب كان ايضا تحيطه مريم زوجة قلوبة ويوحنا الحبيب ومريم العذراء، وكل واحد من دول صنف. الواحد يمر في الحاجة اللي يقدر يعيش فيها هادي ومطمئن في حياته، يعني ما يخشش في السكة هو مش قدها، فما يناسبه ربنا يرضى عليه. ربنا لا يقول لك كن بتولا أو كن متزوجا، لكن ربنا عايزك تبقى سعيد ونقي القلب. فالسكة اللي توصلك للسعادة ونقاوة القلب امشي فيها.